دوامنا 8 ساعات، لكن بيئة العمل بشكل عام أن غالبا المسؤول ما عنده مانع إذا ما عنده لا شغل أو خلصت شغلك تطلع قبل نهاية الدوام بساعة أو ساعتين، وهذا هو العرف بالشركة مع أن الشركة حكومية وليست خاصة. فهل يحق للمسؤول؟ لا، ما يحق للمسؤول. يحق للمسؤول إذا كان مثلا اليوم احتاج، مثلا اليوم عنده ظرف ما يقدر أو كذا، ما في مانع. أما أن كل يوم اطلعوا قبل الدوام، ما يجوز له هذا، ما يجوز له هذا. وهذا هو ليست ملكا له هذه الشركة، هذه شركة حكومية فليست ملكا له. لكن لو كان شركته الخاصة له أن يفعل ذلك. أما هو مؤتمن على هذا المكان ولا يجوز له أن يصرفهم قبل الوقت إلا كما قلت، يعني أحد عنده ظرف معين أو شيء، هذا قد لا يظرف إلا في الشهر مرة يمكن أو كذا.